السلام عليكم البنات، واش رايكم؟ شو حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الزول في لون ايستمان، ان شاء الله فيديو لينا اليوم يلقيكم بصحه جيده ان شاء الله. واش راكم حبيباتي؟ توحشتكم بزاف بزاف، يعني غبت عليكم هاد الايامات، معليش عندي ظروف، عندي تحضيرات. ان شاء الله الفيديو لينا اليوم رايحه ينال رضاكم ولا عجبكم، بيان سور بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، وما تنسونيش البنات في اللايك هكذا باش يطلع معنا الفيديو لينا اليوم. هنا البنات كما راكم تشوفوا رانا في التحضيرات، تحضيرات حفل الختان، تحضيرات للحلويات، كيفاش وجدنا كامل الحلويات لحفل الختان ولد لوسي، يعني ولد لوسي اللي ختن. دونك رانا مع تحضيرات الحلويات كما راكم تشوفوا، دائما انا معوده معكم، نحب نشارك معكم افكار هكذا شابه تكون تفيدكم وتكون تحبوها، هكذا تاخذوا فكره في هذا الفيديو ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا مع كما يقولوا تحريره تاع الكاطو، كما على بالكم كي يكون هكذا مناسبه ولا عرس يكون شغل بزاف، يكون يعني تحريره تاع الكوزينه. المهم هنا كما راكم تشوفوا هذا الحشو تاع الكنافه اللي سبق وشاركته معكم، يعني شاركت معكم الوصفه، اللي تحب الوصفه تكتب لي برك في التعليقات، راح نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. يعني معظم الحلويات اللي راح نشاركها معكم في هذا الفيديو راح تلقاوها كامل في القناه. كما راكم تشوفوا هنا رانا متجمعين كامل، كل واحد واش يدير هنا في الحلويات، يعني كاين لوساتي سلفاتي خيات سلفتي، كامل رانا متعاونين هنا في الحلويات. هذه هي الكنافه كما راكم تشوفوا بالقطايف، يعني فيها عجينه من التحت، من بعد الحشو من بعد نديروا القطايف من الفوق. المهم كل وحده واش دارت، كل وحده واش حكمت الحلوه تاعها. هنا يعني شفتوا مقبله الكريمه، الكريمه هذه كريمه الزبده، يعني درنا بها لي روس، يعني لي روس ماشي تاع صح هذوك، يعني لي روس تاع صابلي فيه الكاوكاو، هذوك لي روس تاع صابلي ثاني راهم في القناه حبيباتي، واللي تحب يعني طريقتي ووصفه تاعي رايحه نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. ميم لي فري روس ثاني راهي في القناه، يعني سبق وشاركتهم معكم راهي في القناه. المهم هنا كما راكم تشوفوا الكنافه تاعنا راهي لوستي تدهن فيها من الفوق حتى باش تدخلها الطيب. وكاين وصفه واحده اخرى بالصابلي ثاني، هاد الصابلي يكونوا هكذا مدورين، يعني صابلي عاديين كيما موالفين نديروا الصابلي، بصح يعني مزينين هكذا من الفوق بالشوكولا بالمول سيليكون، ومحشيين بالشوكولا البيضاء، يعني شوكولا تغتيني بيضاء، من بعد الفيتين من الفوق كيما راكم تشوفوا، يعني يتعمروا هكذا بالفيتين. من بعد هذوك الصابلي رايحه يتلصقوا مع بعض ونحطوا هذاك يعني هذاك الشكل تاع الشوكولا من الفوق، يعني يجيكم هكذا بريزونطابل وشابين. من بعد رايحه تشوفوا يعني التزيين تاعهم في اخر الفيديو ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا هنا سلفتي دارت شوكولا قبل السوداء، من بعد ما جمدت دارت شوكولا البيضاء، شوكولا تغتيني بيضاء من التحت، من بعد زادت الفيتين وحطت يعني خليتهم يجمدوا شويه، من بعد نحتهم في المول سيليكون وحطتهم فوق الصابلي تاعنا، من بعد ساير داير كامل بالمعجون والكاوكاو، يعني ساير داير على الحبه هكذا. من بعد التزيين من الفوق، من بعد تشوفوه في اخر الفيديو ان شاء الله. هذا بالنسبه للوصفه الثانيه. بالنسبه للكعك المسكر، يعني من بعد ما شكلناه كعكعات وطيبناه، وهذا الكعك مسكر ثاني سبق وشاركته ديجا معكم في القناه. هنا رانا نسكروا في الكعك المسكر كما راكم تشوفوا، يعني هنا درنا الطليه، الطليه خليناها بيضه، يعني درنا لها كولورون ابيض انا ولوستي. فوالا من بعد سكرناهم كما راكم تشوفوا، يعني طريقه لوستي تحب تسكر الكعكعات تاعها بلا بوش، يعني خدينا لي بوش هكذا كما راكم تشوفوا تاع الحلويات وعمرناهم بالطليه، يعني يجيكم هكذا الخدمه سريعه شويه، يعني عجبتني الفكره ونحب انا تاني نحطهم هكذا الكعكعات هكذا في لاكغيه هكذا باش نسلك روحي، يعني ندير كميه لبس بها من الكعكعات. هنا البنات هاد لي روس، لي روس كما قلت لكم روس صابلي ماشي فغي روس هادو، من بعد ما لصقناهم بالكريمه الزبده
من بعد درنا فيهم شوكولا من الفوق وزدنا فيهم يعني الكريمة الزبدة سير داير على الحبة مع الكاكاو كما راكم تشوفوا، وحطيناهم هكذا في يعني في ليكيسات. فوالا هادو خيات سلفتي اللي راهم يحضروا في هاد لي غيس. هنا ولينا حتى الكعكعات يعني راني نصور لكم شويه هكذا شويه هكذا حتى نكملوا كامل، راه يعني هذا قدام هذا وكل واحد واش يدير هكذا باش نسلكوا روحنا شويه. هنا كما راكم تشوفوا كما قلت لكم البنات الطليه نحطوا هكذا في لابوش هادوي في لابوش يعني، ونحطوا الطليه تاعنا داخل يعني فوق الكعكعه تاعنا. فوالا يعني يجيكم هكذا سهلين والله العظيم، سورتو مع لاكغي هادي رايحه يقطروا مليح. من بعد نعاودوا نديروا العمليه مره ثانيه. فوالا حتى تخلص الطليه تاعنا في لابوش نعاودوا نعمروها حتى يخلصوا كامل الكميه اللي عندنا تاع الكعكعات. فوالا ميم العرايش تاني تقدروا ديروا الطريقه هذه، بزاف سهله وسريعه يعني تحطوا كميه مليحه تاع الكعكعات ولا تاع العرايش رايحه تسكروا على ضربه. من بعد ما سكرناهم بيان سور نزينوهم كيما راكم تشوفوا بحاجه اللي حبيتوها نتوما، احنا زيناهم بلي فليغ هادو تاع المول سيليكون، يعني تزيين بسيط وشباب يعني ماشي تزيين تاع الختانة، المهم الحاجه شابه وخفيفه. فوالا كيما راكم تشوفوا انا الوصفه واحده اخرى هذه، هادو لي فون دو تارت البنات من بعد ما طيبناهم كيما راكم تشوفوا في المول. هادو وحده رايحه نعمروها بلا كابريس يعني من بعد ما ندوبوا لي كابريس، وكاين يعني الصوص تاع كابريس اللي تتباع في المحلات يعني تكون واجده، ولا ديروا الكابريس تاعكم يدوب وتعمروا وحده بالكابريس وواحده اخرى بالجوزيه. يعني هاد الكريمه الجوزيه يعني درناها ديجا في ختانه وليدي. فوالا هادو يعني وحده كيما قلت لكم بالصوص والاخرى بالجوزيه. من بعد نقلقوها بهاد الطريقه هكذا البنات، من بعد رايحه يعني ندهنوها كامل بالكابريس ونزيدو نرمدوها بالبندي بيس، يعني من بعد رايحه تشوفوها في اخر الفيديو يعني تشوفوا التزيين تاعو من بعد في اخر الفيديو ان شاء الله. فوالا هاد الحلوه تاني بزاف بنينه وشابه. فوالا من بعد بدينا، من بعد ما خلصنا كامل الحلويات، انا ما شاركتش معكم كامل الحلويات هادو يعني كما تشارك المغبر والكعك النقاش دائما يكون في طاوله الاعراس تاعنا سورتو الاعراس البجويه، دونك ما شاركتش معكم كلش. المهم من بعد ما كملنا كامل الحلويات تاعنا حضرنا يعني الزاسيات تاعنا كما راكم تشوفوا تاع الحلويات اللي رايحه نقدموها للقهوه. هنا في لاسيات هذه البنات درنا حبه كعكعه تاع النقاش وواحده لي غيس وواحده تاع التشراك المغبر ولا المسكر، يعني كاين اللي يقولوا له المسكر وكاين اللي يقولوا له المغبر. فوالا هنا كملنا كامل لي زاسيات تاعنا بهذه الطريقه وخبيناهم هكذا. وهادو لي تارتولات لي فون دو تارت هذوك اللي عمرناهم درناهم بالبندي بيس كما راكم تشوفوا، ومزينين هكذا بحبه تاع الجوز كما راكم تشوفوا بلي كيسات، يعني الحبه تاع الكاطو كي تدخل لي كيسات وتدخل لي نابرون تاعها رايحه يزيدوا الجمال تاعها. فوالا هادو الكعكعات من بعد ما نشفوا منقيين الحمد لله. فوالا يعني وجدنا كامل هادو رايحه نحطوهم في لي بواط واحد اخرين ماشي في لي زاسيات، هادو كيما يقولوا تاع اللوز وتاع الجوز وكامل حطيناهم في لاسيات واحد اخرين. هنا وجدناهم ماشي لاسيات يعني لا بواط واحد اخرى. بالنسبه للحلويات رايحه نحطو في لي بواط هاد الكعك المسكر وهادو تاع الشوكولا من بعد ما تزينوا هكذا بحبه تاع نوازيت ولا فايدوغ كما راكم تشوفوا. من بعد راح تشوفوهم راح نقرب لكم هكذا الكاميرا تشوفوا الحبه كيفاش جاتنا، يعني هادو التزيين الاخير. فوالا كما راكم تشوفوا هنا حبه بندق ولا نوازيت من الفوق هكذا مقطعه على زوج،
ولا في دوغ هكذا يعطي له جمال للحبه تاعنا كما راكم تشوفوا هنا البنات. يعني رانا مع الليل دونك يعني لا كاليتي ديماج تاعي شويه هكذا تجيكم هكذا شويه ظلمه لانه رانا في الليل هنا. فوالا هذه الحبه تاع المسكر والحبه تاع الشوكولا والحبه واحده اخرى تاع لي تارتولات هذوك معمرين بالجوزيه مع بندي بيس. وهاد المقروط اللوز يعني جاها لسلفتي هديه يعني تاع لوستي جبتو هديه دونك زدناه لابوات يعني هاد مقروط اللوز. فوالا هادو هما لي بوات البنات من بعد ما استلفناهم كامل هكذا فوق الطبله هكذا باش نحطو كامل الحبيبات تاعنا تاع الحلوه يعني كيما راكم تشوفوا. ودرنا تاني كيما قلت لكم الكنافه. الكنافه من بعد ما تقطعت وتزينت هكذا من الفوق نحطوها تاني في لابوات. فوالا هنا حبه تاع السكر والحبه تاع بنتي بيس والحبه واحده اخرى تاع الشوكولا ومقرط اللوز والكنافه يعني 5 موديل داخل لابوات هذه. هذه هي الكنافه من بعد ما تقطعت هنا فيها شويه لوز شويه جوز شويه سوريس كما راكم تشوفوا. فوالا هذه هي لابوات تاعنا دونك راح نغلقوها وتشوفوها يعني الشكل النهائي تاعها. يعني كاين دو موديل هنا كاين هاد ماشي دو موديل زوج الوان يعني اللون هاد البني الغامق وكاين لون واحد اخر راح في البيج يعني كاين مارون شوكولا هذا والبيج. فوالا كيما راكم تشوفوا شوفوا البنات يعني ما شاء الله يعني كملنا بهذه الطريقه حتى خلصناهم كامل. يعني كيما على بالكم هنا كيما قلت لكم ليماج البنات سمحوا لي برك لانه شويه ظلمه وين كنا نديرو يعني كنا في الليل كيما قلت لكم. فوالا هنا كملنا كامل الحلويات تاعنا في لي بواط حتى خلصناهم كامل. من بعد رايحه تشوفوهم يعني واجدين كامل فوق الطاوله. كرمي مالين قول له سخف ربع جزاز كرمي يمكن اقلها تلفزيون لا الزعيم اخي لصفي الاربع وده سخلت توحي تسالت جلوكوز ليه ما عليت مين تطنيه رسال شوف الوليا شوف الوليا Non, fais ça, le Monsieur, tu sais, c'est pas ça le problème, c'est ça le problème. Elle est mal faite. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller trouver la carte. Tu vois, comment t'as fait? Juste fait les فوالا البنات من بعد ما عمرنا لي بواط هذوك المارون شوكولا رانا نعمرو في البيج كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم يعني درنا الميلونج هنا يعني صراحه انا عجبوني هادو البيج يعني خير من المارون شوكولا. المهم كل واحد والذوق تاعو. فوالا هادو الحلويات اللي شاركتها معكم ان شاء الله في هاد الفيديو. كاين حلويات واحد اخرين معسلين رايحه نوريها لكم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله حبيباتي. والاجواء كيفاش جوزنا حفل الختان في لاسال وكيفاش جوزناه كامل في الفيديو القادم ان شاء الله حبيباتي. ان شاء الله الفيديو لنهار اليوم ينال رضاكم ولعجبكم بيان سور بارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه للموت عليها. والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. سلام.